مرحبا بكم، هذا موجز للأنباء من موقع صحيفة القدس الإخباري في لندن. مصادر فلسطينية مطلعة تقول إن الموعد المفترض للقاء كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عراقات وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين سيبي ليفني في واشنطن أجل إلى وقت غير معروف بسبب العقبات التي ما زالت تقف في طريق المفاوضات المجمدة منذ 3 سنوات. ويحاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الوصول إلى اتفاق أساسي لإطلاق المفاوضات، لكنه يصطدم بعقبات متعلقة بالاعتراف بحدود عام 1967 كمرجعية لهذه المفاوضات وتجميد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. محكمة استئناف اتحادية في ولاية كولومبيا في الولايات المتحدة تبطل قانونا أمريكيا كان يسمح للمواطنين الأمريكيين من مواليد القدس بإدراج اسم إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم. وقرر القضاة 3 في المحكمة بالإجماع أن البت في مسألة لمن تعود السيادة في مدينة القدس هي في يد الرئيس وليس بيد المشرعين. إصابة 18 شخصا بينهم 11 من رجال الشرطة في مدينة المنصورة في دلتا النيل ليلة الثلاثاء الأربعاء في انفجار وقع أمام قسم شرطة في المدينة. وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار حادث إرهابي. رئيس المعارضة السورية أحمد جربة الذي يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأربعاء في باريس يدعو فرنسا إلى توفير الأسلحة للمعارضة السورية التي تعرضت بالأمس لغارات جوية كثيفة. رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي يقول حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية إن دمشق موافقة على حضور المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع عقده في جنيف، مبينا أن الحكومة السورية منفتحة على جميع المبادرات الدولية التي تساعد على إنهاء الأزمة شريطة عدم وضع شروط مسبقة أو أي إملاءات خارجية. وأعرب الحلقي عن أسفه لما قال إنه تآمر بعض الأنظمة العربية على الشعب السوري من خلال دعم الإرهاب وإرسال المرتزقة والمجموعات الإرهابية المسلحة التكفيرية إلى سوريا لارتكاب أعمال قتل وتدمير إضافة إلى تزويدهم بالمال والسلاح. زعيم المعارضة في تركيا كمال كليكدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري يتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بترويع وسائل الإعلام المحلية حتى تقوم بدور الرقيب على نفسها بعد أن ذكر اتحاد الصحفيين الأتراك أن عشرات الصحفيين فصلوا من عملهم بسبب تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. صحيفة كوميرسانت الروسية صادرة الأربعاء تقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة طهران في 12 و13 من شهر آب أغسطس المقبل بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ليكون بذلك أول رئيس دولة أجنبية يزور الرئيس الإيراني الجديد. وأضافت أنه سيناقش معه موضوع البرنامج النووي الإيراني وصفقة توريد أنظمة دفاع صاروخية حديثة من طراز S-300 لطهران، وهي صفقة كانت موسكو قد أوقفتها. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.